وعلى التابعين والتابعين بإحسان، وصل اللهم وبارك.
ونبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. اللهم إنا نعتز بك فأعزنا يا الله، ونستنصر بك فانصرنا يا الله، ونستعين بك فأعنا يا الله، ونتقوى بك فقونا يا الله. اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين، خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعيدونك يا رب العالمين. يا عباد الله، ما الوحدة والاعتصام بكتاب الله ودينه خلق حسن، والفرقة والانقسام خلق سيء يجب أن ينتهي. فالفرقة سبب في ضياع الحقوق وفي افتراء الأعداء على المتخاصمين، والله تعالى ينهانا عن التفرق والاختلاف، فيقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. اللهم اجمع كلمتنا على نصرة دينك وتعظيم شريعتك والعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. يا مسلمون، والرباط على أرض الرباط والحفاظ على ثوابتنا الدينية والتاريخية فيها خلق حسن، وبيع العقارات والدور والأراضي لغير المسلمين خلق سيء، بل هو خيانة لله ولرسوله ولجماعة المسلمين، وبئس الخلق خلق الخيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والتخلق بأخلاق المرابطين خلق حسن، وإضاعة الواجبات وانتهاك المحرمات ونشر العصبيات والتشاحن والبغضاء والاقتتال أخلاق مرذولة وسيئة تتنافى مع الرباط وأخلاقه. فمتى نرص صفوفنا ونجمع كلمتنا وتلتقي قلوبنا ونكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يقتله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. يا عباد الله، إن أول الفضائل وأعلى مكارم الأخلاق أن يحسن العبد خلقه مع ربه وخالقه، فالكفر خلق سيء، والفسوق خلق سيء، والنفاق خلق سيء، ومن زعم أنه مسلم ولم يحتكم إلى شريعة الإسلام في كل صغيرة وكبيرة كان سيء الخلق مع ربه، لأنه خالف أمره الذي يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا كان الله تعالى قد خلق الإنسان في أحسن تقويم وسخر له ما في السماوات والأرض، ثم يرفض الإنسان أمره ويبتلو على نهيه، فهل هناك خلق أسوأ من هذا؟ إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ساءت أخلاقهم كما قال عبادة بن الصامت بعد غزوة بدر عندما شأطت نفوسهم للغنائم: فكيف لو كان عبادة رضي الله عنه بيننا ورأى حالنا وأعمالنا، فالربا والزنا والتبرج والسفور والفسوق والعصيان منتشر في مجتمعاتنا وكلها أخلاق رذيلة. حتى العبادات التي نؤديها لا تغير في سلوكنا ولا تؤدي إلى صلاح مجتمعاتنا. ومن سوء أخلاق المسلم مع ربه أن يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. فيا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يعيشون مع زوجاتهم وأولادهم وبناتهم بخلقين سيئين. الخلق الأول السيء ظلمهم، والخلق الثاني السيء إفسادهم. ذلك أنه تخلى عن القوامة عليهم وظن أن تربيته لهم تعني تسمينهم، فإذا جلب لهم الطعام والشراب زعم أنه أدى الواجب الذي عليه. وما هكذا تورد الإبل ينبع، فمن ترك الحبل على بارده لزوجته وأولاده وبناته كان ظالما ومفسدا لهم. هل من حسن الأخلاق أن يترك الأب زوجته أو ابنته تخرج متبرجة بزينتها تفتن شباب المسلمين وترديه وترضي نفسها في نار جهنم؟ هل من حسن الأخلاق ألا يعلم الأب أن ابنه لم ينم في بيته ليلة أو أكثر ولا يسأله أين كان وأين ذهب؟ هل من حسن الأخلاق أن يعلم الأب أن ابنه يتعاطى المخدرات أو يتاجر فيها أو يحتال على الناس ثم يقول ماذا أفعل؟ لا أستطيع الحكم عليه. هل من حسن الأخلاق أن يترك الأب ابنه ليضيعه في الدم مع الآخرين وليجلسه في مجالس الإصلاح ذليلا صابرا مهانا يطلب الرحمة ولا حصر الغفران؟ أيها الأب، إن لم تكن رجلا قواما على أهل بيتك فارحل إلى الشقاء في الدنيا وارحل إلى العذاب في الآخرة، لأنك لم تستجب لأمر ربك الذي يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيا أيها الآباء ويا أيها الناس، اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أولادكم وبناتكم، واحذروا النار التي حرها شديد وقعرها بعيد، وحذار حذار من كل خلق سيء. فكفر المؤمن دينه ومروءته وحمله يحرقه خلقه. وقد جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وأشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة، وإنه ليبلغ بسوء خلقه أسفل درجة من جهنم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، وارزقنا محاسن الأقوال والأفعال، وجنبني الفواحش ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، إن الله لا يستجيب دعاء من قلب قاتل إزداد الله، فضل الله وأنتم مسلمون. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، له الحمد في الآخرة والأولى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، ومن مساوي الأخلاق سوء الجوار، فمن الجيران من لا يطيقه شجر ولا يطيقه حجر، فكيف يطيقه البشر؟ اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء ورفقة السوء وصاحب السوء. ألا يعلم جار السوء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بواسطة.
أليس من الشر ألا يقف الجار بصره عن جيرانه؟ لقد كان العربي جاهلي في جاهليته يفتخر قائلا: وأغلق طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. أما بعض الجيران اليوم فلا يرعى حرمة لمسلم ولا يرعى حرمة لجوار. ومظاهر سوء الجوار عديدة وكثيرة تنبئنا أن جار السوء مصاب بمرض اسمه اللامبالاة، مرض اسمه اللامبالاة. فتوبوا إلى الله يا جيران السوء قبل أن تصبحوا جيرانا للأموات في قبوركم، وهناك لا ينفعكم مال ولا أهل ولا بنون. يا مسلمون، وفق الله عز وجل علماء بني إسرائيل لأنهم كانوا يقيمون على خلق سيء، وهو تركهم النهي عن المنكرات التي كانت في قومهم. فقال سبحانه: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال ابن عباس عند هذه الآية: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية على العلماء، وذلك لسكوتهم عن النهي عن المعاصي والمنكرات. وهذا التوبيخ يشمل علماء المسلمين الذين يسكتون عن المنكرات وهم قادرون على إنكارها، كإراقة الدماء والاعتداء على أعراض النساء في بعض الدول العربية. فمكانة العلماء توجب عليهم أن يجمعوا رأيهم ويقولوا قولتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يدعو هؤلاء الحكام إلى المصالحة مع شعوبهم لإقامة العدل ومنع الظلم، وذلك بالرجوع إلى الإسلام، فهو المصدر الوحيد الذي جربه البشر على مر العصور وأحياهم في ظله في الأمن والعدل والمساواة والسلام، وهو التشريع الذي لا يقبل الله من الناس غيره. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. يا عباد الله، من أراد منكم الجنة فعليه بحسن الخلق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. ومن أراد منكم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى فعليه بحسن الخلق. فقد قال صلى الله عليه وسلم: وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وكل إنسان يحتاج إلى خلق يعيش به في الناس. فوطنوا أنفسكم على مكارم الأخلاق ومحاسنها، واحذروا مساوئها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا عباد الله، تنتشر في المكتبات وبين بعض أيادي الناس نسخ للقرآن الكريم مصورة عن طبعة المكتبة التوثيقية بالقاهرة، وهذه النسخ صورت في مدينة القدس، وفيها صور ناقص عدد آياتها وصور غير مرتبة. فننبه المكتبات لكي لا تبيع هذه المصاحف، وننبه طلبة العلم والمسلمين عامة لكي لا يتداولوا هذه النسخ. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من ضر علينا. ربنا تقبل توباتنا، واغفر حوباتنا، وأجب دعواتنا، واهد قلوبنا، وثبت ألسنتنا. اللهم احفظ